السلام عليكم. اليوم عندنا درس جديد اللي هو العدد السابق والتالي بين الأعداد حتى 20. عندي هنا 14 مكعب 13 مكعب، وهنا 15 مكعب. أوكي. هسه هاي 14 مكعب، السابق مالها ايش قد؟ 13 مكعب، التالي 15 مكعب، كما هو الحال في هذا الشيء. عرفنا السابق يا هو هذا القبلة اللون الوردي اللي هو 13 مكعب، والتالي مالها يا هو، إذن 14 بين العددين. خوش، هسه أجي راح أخذ هذا التمرين أتأكد. حال لكم أنا 3 تمارين اللي هو هذا ال 15 ستة، وهذا وهذا، والباقي راح نحله بالكتاب شفهي. هنا طبعا حاله بالرسم. اجي هنا العدد 16، هذا العدد 16، تعال احسبوا يعني مكعبات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16. السابق اللي يسبق ال 16 يا هو العدد 15، هذا شنو؟ هذا سابق ال 16، 15 تسبق 16. فهمتوا طلاب؟ خوش حجي. تعالوا لهنا الكرات، مثلتين على كرات، هو قايل المكعبات بس انا اريد على مود انوع عندكم تفتهمون بطريقه اسهل وسلسه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 اوكي. 17 18. اجي هنا التالي مال، ناخذ العدد 17، التالي ماله يا هو اللي هو 18، اللي يجي وراه 18، اللي قبله 16، هذا سابق وهذا تالي. ال 18 هو التالي ماله يا هو 18، هذا 18 هو التالي. هسه عندي مثلثات، هذا التمرين منها ال 14 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خوش، جايل لي 12، هاي 12 باعوا لي 12، هاي بين العددين، بين عددين ال 11 وبين ال 13، بين من؟ بين ال 11 وبين 13، بين ال 11 وبين 13، وهذا كل ما في الموضوع. تعالوا حلوا وياي هنا تمارين، سابق ال 18، سابق ال 18 اللي هو 17، مو صح لو لا؟ تالي ال 11، التالي اللي يجي ورا ال 11 ايش قد؟ 12. ايش حكي؟ اللي يسبق ال 13 ايش قد؟ اللي قبل ال 13، اللي يسبق ال 13 اللي هو 12. اللي بعد ال 14 ايش قد؟ او التالي اللي هو 15. اللي بعد 17، اللي قبل 17 يا هو 16. اللي بعد ال 16 ايش قد؟ اللي هو التالي 17. اوكي طلاب، نجي بين العددين، بين العددين، بين ال 11 وال 13 يا عدد 12، بين ال 15 وال 17 يا عدد اللي هو 16، بين ال 12 وال 14 يا هو 13، صح لو لا؟ بين 9 وال 11 يا عدد 10. قايل لك امثل العدد 12 بالمكعبات، مثل العدد 12 هنا 12 مكعب، اذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خلينا نقول ذني 12 مكعب، خلينا نقول 12 مكعب، هاي 12 قايل هذا العدد، السابق مال 12 اللي قبل 12 يا هو اللي 11، مو صح لو لا؟ واللي بعد 12
اللي هو 13. تحدث، هل العدد 5 قايل لك هل العدد 5 يسبق العدد 6؟ تقول له نعم صح لا لا. احسب 1 2 3 4 5 6. اذا الخمسة تسبق الست. خوش حج. اجينا لهذا التمرين الاخر، همينه تقوية لكم. سابق العدد 12 ايش قد؟ 11. وتالي العدد 15 اللي يجي ورا ال 15 ايش قد؟ 16. سابق العدد 17 ايش قد؟ 16. تالي العدد 10 11. هنا بين العددين بين ال 11 وال 13 ايش قد؟ 12. بين ال 18 وال 20 اللي هو 19. ايش تنكتب 19؟ كفرت بالرياضيات يعني، هذول الجهال كارثة. 19 هيك كاتبها والله يا الله كاتبها، لا هي بالانجليزي لا هي بالاسرائيلي لا هي باليهودي. نجي هنا خط الاعداد، قايل لك هذا خط الاعداد من العشرة للعشرين، يعني 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. قايل لك بالاختيارات اعطيني عدد اكبر من ال 17. عدد اكبر من ال 17 خلينا نجي 10 11 12 13 14 15 16 17 اللي هو 18. ال 18 انزل اللي جاي اكتب هنا 18. هنا كاتب 81 العزيز ناعل جد الرياضيات. قايل لي عدد بين ال 14 وال 15. 10 20 10 11 12 13 14 15 16 17. عدد بين ال 14 وال 16. بين ال 14 هاي ال 14 مو صح لولا، وهاي ال 16 يا هو اللي بينهن 15. انزل هنا انا 15. العزيز كاتب 51 15. اكتب 15، اكتب لي بالمربع 15. عدد تالي للعدد 18. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 اللي يجي ورا 18 ايش قد؟ 19. اكتب هنا 19. هنا كاتب لي 91. عاش تيدك والله. يلا ما جهال ما عليهم عتب. عدد سابق للعدد 11. 10 11 يا هو سبق ال 11 اللي هو العشرة. قايل لي تمرين رقم 5 اكتب العدد المفقود. اوكي اعطي هنا 10 11 12 13 14 15 16 17 وهنا فراغ وهنا فراغ و20. اذا هنا يجي 18 ورا 17 وهنا 19. اوكي 18 18 19. اوكي باعولي على اللي بعده. 10 11 12 هنا شي يجي 13. اكتب وهنا ورا ال 14 ايش قد يجي؟ 15. اوكي ورا ال 16 ايش يجي؟ 17. مو صح لولا 18 19 عشان اكتب ثلاث اعداد بين العشرة والعشرين. ثلاث اعداد، اي ثلاث اعداد تعطيناها بين العشرة والعشرين. انا راح اختار ثلاث اعداد اللي هو اللي 14 وال 15 وال 16. كيفك اي عدد تكتب 14 و 15 وال 16. احدد السابق وبين والتالي. هذا السابق اوكي باولي ال 14 سابق وال 15 بين وهذا التالي صح لا. ال 15 اللي يسبق يا هو 14 اللي بعده 16. فالشكل هذا ضع علامة صح على العدد الأكبر من 12. باولي على هاي الأعداد، باولي على هاي الأعداد يا عدد اكبر من 12. 10 11 7 لو 16 و13. اذا ال 13
وال16 إن أدني الأعداد. هذا أتواصل، هذا واجب عليكم، أريدكم تحلونه وتنزلوه بالتعليقات وتكتبون لنا شنو رأيكم بالشرح. شكرا.